الشكر كذلك لجميع التنظيمات المهنية تعاون الناس. كما كتعرفوا بأن الدور ديال الاستشارة الفلاحية هو تنزيل ما جاءت به استراتيجية مخطط المغرب الأخضر 2020-2030. هذه الاستراتيجية هذه اللي مبنية على جوج دعامات. الدعمة الأولى وهي الاهتمام بالعنصر البشري، والدعمة الثانية هو استدامة التنمية الفلاحية. داكشي اللي تنزل مخطط المغرب الأخضر تكون الاستدامة ديالها. فيما يخص العنصر الاهتمام بالعنصر البشري، حنا مطالبين باش نفرقوا واحد الجيل جديد ديال المقاولات الفلاحية، نخلقوا واحد المجموعة ديال التنظيمات المهنية في المجال ديال المجال الفلاحي. هذه التنظيمات الفلاحية اللي كتعرف مجموعة فيها واحد خمسة الأشكال، يعني واحد خمسة الأشكال ديال التنظيمات المهنية في القطاع الفلاحي. كاين التعاونيات واتحاد التعاونيات، هاد التاع اللي كينظمو قانون 112/12، وكينظم وكيحدد النظام العام ديال التعاونيات. قولي على التعطيلة غير مع الطريق في الخمسة الصباح وأنا كنجري فيك يلاه. الحقيقة ما غاديش سمعت أخ بزاف الجانب التقني والجانب التوعوي، ولكن كنفكروا الهاجس ديالنا حنا كجمعيه ربما كيتجاوز ما هو تقني، كيمشي شويه لمستوى اعلى، وهو اننا نفكروا دائما بالشق البيئي والشق ديال الاستدامه. لان راه ملي كنقولوا غندير كونفيتور ولا غادي ندير فين نسوق، ولا غنسوق بلومبالاج ولا غنسوق بلومبالاج، هادو مسائل تقنيه ولكن عندها واحد الواقع، عندها واحد الواقع للبيئه، عندها واحد الواقع للايكولوجيا، عندها واحد الواقع للعادات ديالنا، عندها واحد الواقع للثقافه ديالنا. دونك هادشي راه كيتداخل، وبالتالي ملي كنفكروا عافاكم اذا كانت شي فكره اللي نقدر نعطيه هو اننا خصنا ديما نفكروا بشكل شمولي، ما نفكروش غير من جانب واحد، ما نفكروش غير من الجانب الفلاحي ولا غير من الجانب التقني ولا غير من الجانب الاداري ولا غير من الجانب المادي. الا ما عندناش فلوس ما غنزيدوش لقدام، خصنا نفكروا بشكل اللي كيخلي اننا نستحضروا كل شيء. لقيت اللي كنبغيو نفكروا في مشروع، نبغيو نفكروا في كيفاش نسيروا تعاونيه، كيفاش نسيروا شبكه جمعويه، كيفاش نسيروا واحد اتحاد تعاونيات. هاد التدبير ما يمكنش يتم الا اذا كان الناس اللي غيواكبونا ويقدروا يدعمونا ويوريونا كيفاش نديروا. دونك ضروري الصدر هضر قبيله على البحث، ضروري من الناس متخصصين. راه كاين الناس اللي هذا هو الهم ديالهم، هذا هو شغلهم، هما اللي كيديروا التنميه ولكن بجانب البحث اللي كنسميها الاير دي. السلام عليكم، معكم حسن وصيف من الحاضنه نجاح، من فريق الحاضنه نجاح. اليوم تشرفت بالوجود ديالي هنا في بودنيب وبالمساهمه ديالي في اطار واحد الورشه مصغره اللي كتخص التسويق، بعض اوجه زعما ديال التسويق وبعض تقنيات التسويق اللي غالبا ما كنلقاوها ناقصه عند المقاولين والمقاولات. كان تفاعل زعما جد كبير مع الحضور، وابداو تجاوب واهتمام بهذا النوع من المبادرات الطيبه. وفي هذا الاطار انا كنوجه الدعوه للساكنه ديال بودنيب، وكنعلمهم بانه كاينه واحد الحصه تكوينيه نهار الاثنين ان شاء الله الصباح مع العشاء بنفس القاعه وبنفس المقر، والدعوه مفتوحه لجميع المقاولين والمقاولات كاين في المنطقه. شكرا. محمد كاتب عام لجمعيه مدرسي علوم الحياه والارض المغرب. في الحقيقه الجمعيه ديالنا هي حامله هذا المشروع مع بدعم من المنظومه بطبيعه الحال، والهدف هو اننا كيفاش نواكبوا
التعاونيات والجمعيات باش يكونوا اكثر صمودا للتغيرات المناخيه، وكذلك باش يكون العمل ديالهم يكون عمل تشاركي، عمل اللي هو فيه واحد النوع من التفكير الجماعي باش نقدروا نلقاو الحلول، انجع الحلول للمشاكل اللي كتعلق بتعرفها الواحه بطبيعه الحال. والواحه كيف كنعرفوها منظومه هشه، واللي منظومه اللي مهدده، دونك خصنا كاملين نديروا التدريب باش نقدروا بطبيعه الحال نرفعوا من المستوى ديال العيش ديال السكينه ونحافظوا على الواحه ديالنا ونضمنوا لها واحد المستقبل دائم. اول زياره ديالك استاذ لهنا؟ لا ماشي اول زياره، ثاني زياره. تبارك الله عليك.